أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. فعل أم سلمة رضي الله عنها يدل على ثاقب فهمها. لما؟ لأنها حكت أمرا غريبا رأته ولم تعتد عليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أن يوضح لها ما يحتاج إلى توضيح إن كان المقام يحتاج إلى توضيح وبيان. ومن ثم فإنه يجوز أن تحكى الأمور الغرائب والعجائب في بلاد الكفر للعلماء لكي يبينوها، وفي المقابل يجب على العلماء أن يبينوا ما فيها من أخطاء ومضار ومفاسد إن كان فيها. ثم يؤخذ من هذا أن المحكم إليه هو الشرع بل العقل ولا الاستحسان.